هذا يسأل عن الذي يدعو محمد، يدعو الرسول، يقول يا محمد يا رسول الله، هذا لا يجوز. الرسول لا يدعى، إنما يدعى الله جل وعلا. الرسول لا يدعى لأنه ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء. العبادة حق لله والدعاء حق لله، فحق الرسول عليك أن تتبعه، وحق الله عليك أن تعبده وحده لا شريك له. يجب أن تفرق بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. حق الرسول هو الاتباع والمحبة والطاعة، وحق الله جل وعلا هو العبادة. لا يجوز أن تشرك مع الله في عبادته أحدا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء والصالحين، لا تشرك، فلا تدعو مع الله أحدا ولا تشركوا به شيئا. لا يجوز أن يجمع بين الله وبين الرسول في الدعاء أو في العبادة، هذا شرك والعياذ بالله.